حمده وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومني وكرمه علينا مع التفسير ومع سورة الحديد. قول الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات أي بالحجج والبراهين، وما من رسول إلا له معجزة يؤمن على مثلها الناس. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكرم الله، ما من نبي إلا معه معجزة يؤمن على مثلها الناس، وكانت المعجزة التي قد أحسن الله بها لنبينا صلى الله عليه وسلم، بل هذه الأمة التي قدمها الله على باقي الأمم، وهي أمة خير أمة أخرجت للناس، كانت القرآن الكريم. هذا القرآن الذي حوى كل شيء، ما ترك شيئا إلا أتى به، وهو صالح لكل زمان ومكان. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، ما من رسول إلا جاء لإقامة الحجة، ولأن الله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، وأنزلنا معهم الكتاب عن الشرائع، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الشرائع والأحكام، وفي الميزان قولان، المقصود بذلك العدل. نعم، يعني أنزلنا معه الكتاب يحكم بالعدل، وقيل الميزان هو الميزان الذي يوزن به، وهو إشارة أيضا إلى العدل. ولذلك قال الله تعالى: ويل للمطففين. وقد بيّن الله جل وعلا أن المظالم عنده لا تسقط من الأحوال، وأنه حتى لو كان من الجنان لابد من قنطرط حتى ينظر، يعني حتى يطهر كل إنسان من مظلمة وقع فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المظالم، قال بأبي وأمي: لو كانت من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثم الدرهم ولا دينار، ولكن الحسنات والسيئات. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، نعم، والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي يقوموا بالعدل ويعدلوا، لأن الله جل وعلا قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته ما بينكم محرما فلا تظلموا. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال الله تعالى: ذلك بما قدمت يداك، أن الله ليس بظلام للعبيد. والثاني في قوله تعالى: وأنزلنا، قال ليقوم الناس بالقسط، وهذا الأصل الأصيل. ولذلك لما ذهب عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه إلى اليهود للخرص في خيبر، فأرادوا رشوته، فقال بعدما سبهم، قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال: وأنزلنا الحديد. قالوا: أما وأنزلنا الحديد، أي أنزل مع آدم بعض الحديد. لذلك قال، طيب هنشوف إن شاء الله، قال أنه هذا معنى أنزلنا. والحق أنا أنزلنا الحديد معناها أنشأنا، معناها خلقنا، معناها أبدعنا، أنشأنا الحديد. قال: وأنزلنا الحديد في بأس، وأنزلنا يعني وأنشأنا وخلقنا، كما قال الله تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. قال: فيه بأس شديد، أي فيه بأس شديد يمتنع به الإنسان، يكون دروعا كما كان يفعل داود عليه السلام، وكان يصنعه دروعا. فيه بأس شديد ومنافع للناس، وفي البأس الشديد أيضا في القتال، كما ترى بأن الله جل وعلا جعل النصرة لأهل الإسلام على أهل الكفران، وكان الحديد من الآلات، آلات الرمح والسيف والخنجر وغير ذلك من الآلات التي يستخدمونها نصرة لهذا الدين. قال: وأنزلنا الحديد في بأس شديد، أنزلنا الحديد يعني أنشأنا، يعني خلقنا، كما قال الله تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. فيه بأس شديد، وهذا قد ظهر يوم بدر ويوم مؤتة ويوم اليرموك. فالله جل وعلا قد أحسن إلى عباده المؤمنين، وأوفى لهم بالوعد، وأنجز لهم ما وعدهم، ونصرهم على أعدائهم سبحانه جل وعلا، وجعل النصرة تمكينا لهم. وقد تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضرب الكدية، قال الله أكبر: أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها سبحانه جل في علاه. وقد كان وقد ملك الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن. وفي اليرموك وأيضا في مؤتة رأيت الإمام خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول: دق في يده 9 صفائح من السيوف نصرة لدين الله جل في علاه.
قال الله تعالى ومنافع للناس وليعلم الله أنزل الحديث في بس جيد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وليعلم الله فالله تعالى يعلم مكان ما يكون قال وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وهذا عجيب جدا وليعلم الله مع أن الله تعالى يعلم مكان ما يكون ما لم يكن لو كان كيف سيكون يعلم الله جل وعلا ما كان وما يكون ما لم يكن لو كان كيف سيكون فقال تعالى وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز سبحانه وجل جل في علاه قال وليعلم الله مع أنه يعلم كل شيء قلنا نعم هذا العلم علم محاسبة هذا العلم علم محاسبة فإن الله يعلم مكان ما يكون ما لم يكن لو كان كيف سيكون لكن هذا العلم من أجل أن يحاسبهم الله عليه كما قال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلم جل في علاه يعلم المصلح من المفسد لذلك الله تعالى يبتلي العباد ليخرج ما كان في مكنون أنفسهم فيقول وليعلم الله كما قال الله تعالى وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن المنافقين وليعلمن الله الذين صدقوا يعني باختبارهم وإخراج مكنون أنفسهم حتى يحاسبهم على ذلك لأنهم لو لم يكن لقالوا ربنا تحاسبنا على علمك لأننا كنا فعلنا ما لا نحاسب عليه ربنا لو أرسلت لنا رسولا من قبل أن نزل له نغزة أيضا قد قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول قال الله تعالى لألا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل لأنهم إذا جاءت الرسل انقطعت الحجة وحاسبهم الله جل في علاه على ما يفعلون أرأيت كيف يحجون أمام الله جل في علاه فيختم على فهم يقول من يشهد لكم ما كنا شهيدا عليكم يقول لا نشهد لا نرتدي إلا بشيء من أنفسنا فالله جل في علاه يختم على أفواههم والأعضاء هي التي تتكلم كما قال الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فدلالة واضحة جدا في هذا الباب على 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 أن الله جل في علاه هنا في قوله وليعلم الله من ينصره الله جل يعلم مكانه ما يكون ما لم يكن لو كان كيف سيكون فعلم الله هنا في هذا الباب هو علمه سبحانه جل في علاه بما يكون من ينصره إخلاصا لله فعلاء أو طلبا للدنيا وجاهة أو نفاقا أو طلبا للعجب هذه المشكلة في هذا الباب هذا عزيز لله جل جل الله جل فعلاء عزيز عز فجمع عباده عز فخلقهم عز فحسبهم عز فطاع وعقب من عصى عز فقهر عز فغلب عز فانتصر عز فامتنع سبحانه جل في علاه إن الله قوي عزيز سبحانه جل في علاه ولذلك بين في الآية على ما كان يعني قد أنزل الحديد وإن كان فيه بأس شديد وأن النصر من الله جل في علاه لما بين الله جل في علاه أنه بعث الملائكة تعضيدا ونصرة لعباده المؤمنين بين الله تعالى إن النصر من عند الله وما هي إلا 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 بشارة لهم لذلك قال الله تعالى وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ثم قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتها النبوة وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون قال الله جل في علاه ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ومعنى ذلك أن الله تعالى اصطفى من ذرية نوح الأنبياء ولكن إبراهيم عليه السلام كان قد اصطفاه الله جل في علاه وجعل من ذريته الأنبياء الذين يستحقون ذلك لأنه قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فمن ذريتي كل أنبياء بني إسرائيل من ذريات إبراهيم عليه السلام ثم إسماعيل كان من ذريتي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين جميعا قال هنا وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب والكتاب هو الكتاب هو الشرائع التي تحكم الناس ومن آمن يأتي بهذه الشرائع تعبد الله بها وهذه أيضا كما قلنا فيها إقامة الحج على الجميع وأنه ما من أحد إلا وقد أرسل الله إليه الرسل إقامة الحج عليه ولذلك قال الله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانته ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقد قال الله تعالى مبينا وإن من أمات إلا خلا فيها إلا خلا فيها نذير وليس هذا مخالفا لقوله جل وعلا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهذا أنه كان فتور الوحي بين عيسى عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن كانت رسالات الأنبياء تأتيهم المسألة ليست متوقفة على شخص النبي المسألة ليست متوقفة على شخص النبي
فهي على الرسالة التي تقام عليها، وقد وصلت الرسالة. وذلك نرى أن أهل مكة أبو النبي أم النبي قد بلغتهم رسالة إبراهيم عليه السلام، لذلك هم في النار، ليسوا من أهل الفترة، هم في النار. ولذلك لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقل ذلك. وقد أرسل نوحا وإبراهيم وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسق، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الله جل وعلا: فمنهم مهتد وكثير منهم أيضا على الفسق والفجور. وهذه تدلك على أن الكثرة ليست معيارا، فالكثرة كثيرا ما تكون مذمومة، والقلة كثيرا ما تكون ممدوحة. فالكثرة هي المذمومة والقلة هي الممدوحة. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وأيضا قد قال الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى، النبوة اصطفاء ردا على الفلاسفة الذين يرونها مكتسبة، النبوة اصطفاء ردا على من يرونها أنها مكتسبة. الثالثة، الأصل أن يبقى اللفظ على ظاهره، ما لم تأتي قرينة تؤوله. وهذه من وين تكتسب هذه الفائدة؟ في قوله: وأنزلنا الحديد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.